مساء الخير مشاهدي قناة الصحة والجمال، أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج ساعة مع رانيا. احنا النهاردة إن شاء الله معانا 3 فقرات. الفقرة الأولى فقرة بيوتي نيوز، وهتبقى معايا دينا رضوان ميك اب ارتست. أهلا بيكي أهلا دينا، بيكي. أهلا بيكي. أهلا بيكي. ازيك عاملة ايه؟ طب كله تمام؟ قوليلي النهاردة بقى هنتكلم عن ايه؟ عن موضة هنتكلم عن 2020. موضة 2020، وينتر 2020، الشتاء 2020، تمام، ايه الألوان اللي هنستخدمها، هنتكلم عن عيوب الكونتور ومميزات الكونتور، هنتكلم عن الأيلاينر، هنتكلم عن الليبستيك، ايه الأرواج اللي احنا هنستخدمها. تمام. يعني هناخد بريف سريع كده، شوية تيبس كده وتريكس على الميك اب في 2020. اوكي، نبتدي الاول بالكونتور وعيوب الكونتور والمميزات بتاعته، ندخل في هو شتاء الكونتور 2020. هو الكونتور طلع موضه جدا وكان ترند جدا السنتين والثلاثه اللي فاتوا، بس هو الكونتور دلوقتي في 2020 ما بقاش موضه زي الاول. هنعمله وهنحدد بشرتنا بيه وهنداري عيوبنا بيه، بس هو مش هيبقى من هو يبقى باين قوي زي ما كان بيبقى معمول السنين اللي فاتت. يعني مش هنحدد الوش كله، اللي عنده ديفو هو اللي ممكن اللي عايز يبرز يستخدمه. حاجة في وشه، وعايز يبرز خدوده، وعايز يبرز يصغر مناخيره، وعايزة تبرز شفايفها، هو ده اللي هنستخدم فيها الكونتور، وهنعمله بطريقة غير مباشرة، مش بالإسراف اللي كان معمول مش السنين بالتقل اللي كمان لا ده. لا 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 خالص. ودرجات الكونتور بتختلف من بشرة لبشرة. انا بشوف كمان طالع يعني في الاواخر كده بيطلع على اليوتيوب ناس بتحط بقى جراي، يعني مش براون ولا مش بني لا كل بشرة ولا ليها، لا برونز. كل بشرة ليها درجة، يعني البشرة السمراء ليها درجة لون في الكونتور اللي هي على اورنج شوية، الاورنج البني. البشرة الغامقة خالص اللي هي غامقة خالص دي اللي بتبقى على جري، البشرة الفاتحة ده بيبقى على اورنج فاتح شوية، يعني الجراي عشان يستخدم مع السمر مع السمر، مش البني. عشان ينفع يدمج مع الفونديشن، ما يبانش، يحدد، يعمل ظل. هو ايه الكونتور عبارة عن ايه؟ ان هو بيظلل اماكن في الوش، يديكي ايحاء ان هي بارزه، فاهمه؟ فخلاص نو مور كونتور تو ماتش في 2020، هيبقى في كونتور بس بسيط شويه. وبعد كده بقى الايلاينر في 2020 هو الهيرو، هو الستار، الايلاينر بقى المسحوب السحبه كل الكبيره ولا الرسمات بتاعه الايلاينر، بس الاكتر اللي هو المسحوب اللي هو وينج لاينر، اللي هو بيبقى اللي هو زي ماري ساحب، مونرو ده. اللي هو ساحب العين لفوق. بس كل اشكال الايلاينر درجه في 2020، رفيعه واللي هي مدموجه وعامله سموكي ايز بيها، التخين وعامل وينج، كل اشكال الايلاينر موجود في 2020 ورجع بقوه جدا. اوكي، وبالنسبه لالوان الروج بقى في الشتاء، الموف، النبيتي، الاحمر، كل الالوان الغامقه في شتاء 2020 طالعه ترند. الارواج اللي هي الداكنه اللي هي تبرز، يعني الوش يبقى بسيط والفونديشن هادي، العين بس ممكن ايلاينر من غير اي شادو، والروج هو الهيرو بقى في الوش، هو الستار. وليب لاينر لسه موضه؟ لانه ساعات بيبقى موضه وساعات يقولوا لا خلاص ما لا فيش بصي، ليب هو لاينر. الليبلاينر لا لسه موضه، بس لازم يبقى مدموج مع الروج مش وباين. متحدد قوي، ما يبقاش اغمق من كان الروج. من سنتين كان طلع موضه تاني ان هو يتحدد ويبان، بس ما حدش عمله، ففشلت الترند ده، فشل، ما حدش قدر يعملها. حتى كان بيبقى في برودكتس طالعه عامله نص روج ونص صح. بس ما حدش يعني ما شفتش حد استخدمها كتير. بس هو البلاينر موجود، بس لازم يبقى مدموج مع الروج، بحيث ان هو بس بيحدد وبيدي كونتور للشفايف. تمام. وبالنسبة للاي شادو، يعني هل برضو الاي شادو الوان بقى اللي هي النبيتي لا الزيتي لا الحاجات دي؟ لا 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 لا، السموكي ايز طبعا بكل سموكي ايز. درجاتها، بنيات، اسودات، بكل الدرجات، اللي هو الخوخي، البيتشي، ده بس في السواري في لكن السواري، والجولد بقى، الجولد والسيلفر هو الترند دلوقتي، اللي هو يبقى على جليتر كمان شويه، او الشيمري اللي هي الالوان المخمليه، هو ده الترند جدا. يعني اللي هو الجولد تلاقي اسمه يعني اي لاينر وجولد بقى باين فوق فوق الايلاينر، بيدي مساحه على العين، وبيدي اتراكت العين اكتر، ويدي وسع العين، وتحس ان العين ظهر اكتر في الوش.
طب قولي لما بنيجي نختار بقى لون الروج، ساعات نبقى مش عارفين نختار اللي يليق علينا احنا ولا على الهدوم، يعني مثلا لابسه احمر احط روج احمر ولا احط لو مش لايق عليا الاحمر مثلا احط لا حاجه؟ هو الميك اب بيليق على كل الوشوش وكل، يعني انا ده رايي، انا في شايفه بشره وناس مش بيليق عليها الوان معينه. لا هي بقيه الميك اب اللي اتحط في الوش مش الروج بس، هو بقيه الميك اب اللي حاطه في انت ممكن تحطي لابسه فستان احمر تحطي روج احمر، بس ما تعمليليش سموكي ايس تقيله وحاطه فيها البيتي او لا، خلاص الروج هو الهيرو مع الفستان، يبقى الوش والعين هتبقى هاديه، لاشز ماسكارا ايلاينر خفيف بس. لكن ما يعني انا ضد الناس اللي بتحط اشادو لون اللبس، بيبقى كانهم باليت واحده صح، كانهم لون واحد فمش بيبان. طب ازاي نعمل ماتشنج؟ يعني لابسه لون ازاي اختار حاجه ماتشنج معايا؟ انا دايما مع قصه ميكسينج الاروج، مش لازم تجيبي اللون وهو ده اللي تحطيه يطلع زي ما هو. انا بعمل كده. انت تقدري صح، انت تقدري تميكسي، ودلوقتي بقى في ترند بتلاقي محلات وناس بتلاقيها في مولز عاملين ان انت بتروحي تعملي كاستمايز الروج بتاعك وتعملي ده وتسميه باسمك كمان، فانت تقدري تعملي كده، تقدري تكستمايز الروج بتاعك، تقدري تجيبي كذا روج وتجربي اللون، هتلاقي الدرجه بتاعتك انت طلعتيها وخلاص، هي دي بقى الستيب، وهي دي اللايقه عليكي، هي دي اللي هتلاقيها لايقه عليكي. طب قولي لي بالنسبه بقى للكونتور، سؤال يعني عام رجعنا له وليا. تاني، رجعنا له تاني. بالنسبه للمناخير، ايه احسن طريقه نعمل بيها كونتورنج للمناخير؟ كل مناخير وكل وش مختلف عن التاني، عشان كده هو ده اللي يعني بقوله. لو المناخير مثلا عايزين نداري فيها حته طالعه ما هو لقدام كل او وش كده. مختلف عن التاني، الاوفال او اللي هو الوش البيضاوي غير الوش اللي هو الدايموند غير الوش اللي هو المثلث، كل وش مختلف عن التاني وليه طريقه كونتور مختلفه. في وشوش ما ينفعش نعمل لها كونتور اصلا، اللي بتبقى عظمها اللي هي حدد. اوريدي التشيك بونز عندها موجوده، واللي هي عظمه الفكين باينين ومناخيرها خلاص هي اوريدي متحدده وصغيره، فاحنا هنعمل كونتور ليه؟ يعني ليه؟ ما هو مش لازم نعمله خلاص، فاهمه؟ المناخير مثلا الطويله احنا بنحاول نقصرها شويه فبنعمل الكونتور في المنطقه اللي من تحت، المناخير العريضه بنحاول يعني نعمل كاموفلاج كده ان هي ارفع شويه فبنعمل كونتور من الجنبين، فهي كل وش وكل تفاصيل وش ليه كونتور مختلف. اوكي. طب قولي لنا تنصحينا بقى في ايه في 2020، طريقه الميك اب الحاجات دي؟ بصي انا دايما بالنهار اهم حاجه، بالنهار، بالنهار عشان بالنهار او الناس بالليل بتنزل حاطه ميك اب كتير جدا. less is perfect. انا ده رايي، كل ما نقلل كل ما يبقى كل احسن. ما كل ما يعني كل ما انت حط مش بكتره ولا، وطبعا الحاجات اللي احنا بنشوفها على اليوتيوب والسوشيال ميديا وكميه كونتور واي لاشز واي شادو، هي هم بيعملوا ده علشان هم بيبرموتوا نفسهم يعني بيسوقوا لنفسهم، لكن في الحياه الطبيعيه احنا مش هنعمل كده، مش هننزل بالفول ميك اب ده كله. فلاس از بيرفكت، يعني كل ما تحطي حاجه لايقه عليكي، لايقه على بشرتك، لايقه على ملامح وشك، هتبرز جمالك اكتر، لان هو ده الميك اب، انت بتحطيه علشان تبرزي جمالك مش تغطي عليه وتوحشيه بالميك اب. فهو انت تشوفي ايه اللي بتحسي انت مرتاحه فيه وافضلي عليه، هو ده هيبقى انت، ده السيجنتشر بتاعتك انت. طيب اخر حاجه اسالك عليها بقى، البي بي كريم والفاونديشن، الصبح احسن نحط البي بي كريم؟ هو الصبح طبعا لازم طبعا الواقي الشمس ده قبل اي حاجه، والبي بي كريم طبعا بيبقى اخف من الفاونديشن، يعني انا المفروض واحنا نازلين في فاونديشن في نسبه واقي شمس ممكن تستخدميه الصبح، بس الاخف البي بي كريم بيبقى هو بيزد كريم، يعني هو الاساس بتاعه كريم مش فاونديشن اكتر. اوكي. بس بيبقى فيه اس بي اف، يعني بيبقى فيه واقي من الشمس، فيبقى افضل كمان. ميرسي يا دينا. ميرسي جدا ليك. ميرسي انا اسعد. ميرسي. خلصنا فقره بيوتي نيوز مع دينا، وهنطلع فاصل ونرجع لكم تاني.